بداية اختتمت مساء أمس بقصر ثقافة مفدي زكريا الطبعة 13 للمهرجان الوطني لأغنية الشعبي بحضور وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي، حيث تم الإعلان عن أسماء المتوجين بحضور ثلة من الفنانين والجمهور من محبي الفن الشعبي الأصيل. متابعة مع فله ليلي التي كانت حاضرة بقصر الثقافة. نسعد اليوم بحضور فعاليات اختتام الطبعة 13 للمهرجان الوطني الثقافي لأغنية الشعبي. هذا المهرجان الذي أخذ هذه السنة شكل مسابقة وطنية للمواهب الشابة في أغنية الشعبي، وهم 17 متنافس استفادوا جميعهم من ورشات تكوينية في إطار ورشة أو إقامة إبداعية، وإن شاء الله سيستفيد هؤلاء الناجحين وهم أربعة المتوجين الأربعة الأوائل من تسجيل ألبوماتهم الموسيقية. كما تتوج هذا المهرجان بإصدار يعني قيم لأشعار الشعر الملحون للطبعتين السابقتين، وفي الحقيقة هذه السنة انتهزنا الفرصة أيضا لتكريم أسماء وقامات في الأغنية الشعبية الذين حافظوا على هذا التراث الثقافي الأصيل. احنا نعيش هذا آخر يوم تاع المهرجان لأغنية الشعبي، وحنا فرحين جدا خاطر وصلنا للأهداف اللي كنا سطرناها وصلناها. واحد منهم هو صلة بين التاريخ والحاضر والمستقبل، هذا اللي حبيناه، يعني نعترف ونعمل باش الشباب الآن ياخذوا المشعل في أغنية الشعبي. هذا وعبر المشاركون في الطبعة 13 للمهرجان الوطني للأغنية الشعبية عن سعادتهم بهذه المشاركة وكذلك الاستفادة من ورشات التكوينية على الهامش. فله ليلي ثانية. كانت أربعة أيام ماستر كلاس قبل المهرجان، تلاقينا قرينا وتعلمنا بزاف حاجات من عند أساتذة كبار الغنيين عن تعريف أسماء كبيرة في الأغنية الشعبية، تطرقنا إلى شعر الملحون، إلى اختيار القصيد. كانت مشاركة رائعة ومكسب كبير لنا اللي تلاقينا مع الشيخ وتعلمنا عليهم بزاف حاجات اللي كنا ما نعرفهمش. إن شاء الله تكون الإفادة لكل المترشحين وبالتوفيق للجميع. أنا فرحت كي كنت في الطبعة 13 المهرجان الوطني الأغنية الشعبي، أجواء رائعة، أصوات رائعة، نتمنى لهم كل التوفيق ونجاح. اليوم نهائيات، أنا نقول لهم فزتوا كامل، ما كانش اللي خسر خطرش ربحنا.